تابي روش. شنو رايكم في انه الوقت هو اللي يكون العمله الوحيد؟ معناتها عادي تاخذ قهوه صباح باربع دقائق ولا تاخذ كار في صباح بساعتين من عمرك؟ هذا هو سؤالي طرحه أندري نيكول عام 2011 في فيلم إنتاي، ويمشي يهز المستقبل بعيد وغريب برش. فيه الوقت يعوض الدينار، اليورو والدولار، وين الغنيين يعيشوا للأبد، والناس الفقارة يخدموا باش ينجموا يعيشوا لنهار آخر. الوقت هو كل ما لدينا، إذا فقدته فقدت كل شيء. هذه الجملة تلخص الفكرة الرئيسية في فيلم إنتاي، واللي قصته الدور على مجتمع عمرهم يقف 25 سنة. قد ما يكبروا ما تظهرش عليهم علامات الشيخوخة، أما كي توصل ل 25 تلقى في يدك عام، هذاك هو الوقت اللي مازال. كل ما تخدم حاجة يخلصوك وقت. قصة الدور على وي، واللي يلعب دوره تيمبرليك، وين يعيش في حي شعب فيه الناس يعيشوا بوقت ضعيف برش، اللي مازالوا نهار، اللي مازالوا اثنين، اللي مازالوا ثلاث، كل واحد وقته أقل من الآخر. في نهار من نهارات تحصل ويل على ميت عام إنسان غريب، أما الهدية الكبيرة هذه تخليه ريشارشيه مع عند السلطات تهمة سرقة الوقت. وين مش نلقاو كيرين ميرفي في دور ريموند باش يحاول يشد ويل اللي يكتشف برش أسرار على العالم هذا، وين يتعرف زاد على سيليفيا واللي هي بنت أغنى رجل في العالم، تلعب دورها أماندا سايفرت اللي تبدا تعاون في ويل باش ينجموا يفهموا العالم اكثر، يمشي يحاولوا ينحيوا نظام فقراء واغنياء. فيلم اللي تكلف 40 مليون دولار، فلوسنا ما يقارب 120 مليار، حقق ايرادات كبيره وصلت 170 مليون دولار، وبالدينار التونسي ما يعادل 524 مليار. من نوع الافلام الاكسيون والخيال العلمي، تصنيفه 6.7 في ام دي بي. طول الفيلم ساعه و49 دقيقه، ما كنتش باش تحسوا بالوقت هذا، خاطر يخليك تفكر برشا في واقعنا. إنتاي مش مجرد فيلم ورينا فيه المخرج على نظرته للمستقبل، أما هو يعكس واقعنا على التفاوت الطبقي في المجتمع. وصلنا الفيلم أهمية الوقت اللي لازمنا نستغلوا كل دقيقة بحسابها، واللي الوقت هو رسمالنا اللي لازمنا نعرفوا فين نستعملوه. هذا اقتراحي لليوم، كان عندكم اقتراحات تفعلوا معنا على الباج فيسبوك إكسبريس أفام. تابي روش. هذا فيلم إن تايم هكا اسمه الفيلم، دونك هذا اقتراح لؤي لليلة. الحقيقة أنا ولا بش راح نتفرج فيه الفيلم، ما نعرفوش قصة نتاعو مزيانة برشا، إنه معناتها النظرة نتاع المخرج إنه في المستقبل ما عادش تتعاملوا بالفلوس مش بالكريبتو، لا الدولار لا اليورو ولا الدينار، تتعامل بالوقت. توصل عمرك 25 سنة تلقى عندك عام في يدك، العام هذاك هو اللي تعيش بيه، كان تخدم يخلصوك وقت، ما تخدمش بعد العام هذاك يوفى وقت. معناه كان جاي غازي في الفيلم هذاك راه عنده درجين فقير برشا. هذا انا تصور كان جيت في الفيلم هذاك راني اضعف من هكا برشا، مش نعود نعطي من وقتي للميك. اول ميساج تاع الفيلم ياسر مزيان، واضح واضح. دونك انت بويسك في وسط العالم هذا، نتخيل تعرفهم المخرجين اصحاب انت وياهم؟ ما زلت كي عملت قهوه كريستوفر نول اني عمل فيلم انسبشن. ايش احكي لك؟ ليش ما قهوته؟ شنو يشرب قهوه؟ كابوسان غير سكر. نس طيب انصحني، هو اللي زاد نحكي على فيلم إن تايم، بالرغم مش هو المخرج، اما انصحني انه نحكي على فيلم إن تايم. حلو حلو برشا. الواي كل جمعه بتقعد تجيب لنا فيلم هكاك بقدة ربي، كل جمعه فيلم كل جمعه. فادك معك راي بحق، جيب لنا افلام. انا واحد من الناس ثقافتي السينما اي ضعيفه برشا، انا كنحل باش نتفرج على فيلم راني نضيع. اي كهو اي لين نجاوبك على سؤالك. اي لا بالحق بالحق غازي، عندي مشكله كبيره برشا في اختيار الافلام. الوغ لا السيريات الحقيقه انا بيرسونيلمون ما نحبهمش، ديما نحب حاجه رابيد تاك تاك نتاع ساعه توفى، مش نقعد نتبع في السيريه انا شهر وشهرين. والله والله عكسك انا، هو فما زوز انواع نتاع عباد، اللي مغروم بالافلام والرابيديتي واللي مغروم بالسيريات ويحب يتبع ويعيش الموندو هذاك. انا نتاع السيريات، تحب الدراما انت وتحب الجو هذاك. اي نحب الدراما ونحب الجو. شنو الاشاعه الاخرى اللي باش تخرجها فيا؟ ظهر لي ناوي يتلوج على شكون تزيد تخطف الميسيون. تو هذا الكل نحكيو فيه ديجا، باش نخليكم توا مع غازي في بزنس ديكالي اللي استنستو بها كل نهار السبت من ال 11 لنص النهار. بزنس ديكالي كل مره يكون موجود بحثيه ضيف يزيد في القيمه، ونحكيو على سوجي معين. دونك اليوم السوجي نتاعنا غازي شنو هو؟ اليوم باش نحكيو على العوده المدرسيه. معنا اخصائي بوليفالون متنوع، اخصائي في الرياضيات بالضبط، باش نحكيو زاد على ماده الرياضيات، باش نعطيه نصايح للاولياء، نصايح للتلامذه في العوده المدرسيه، باش نحكيو زاد على المشاكل اللي قاعدين نعيشوهم الايامات هذوما، مشاكل اقتصاديه. وهذاك هو الاخصائي نتاعنا بوليفالون كما قلت لكم، باش يعطينا برشا نصايح. معقول معقول. بلاش شكون فيكم يعرف ملومه المغني؟ اش بيكم تفاجئتوا؟ شنو رايكم فيه؟ هي البرشا. شنو هي البرشا؟ انا صوته يعجبني الحقيقه، صوته هو خاطر اون جينيرال البنات يعجبهم اللومه ديما، خاطر هو قوس وكل شعره ابيض.
لا لا غازي تاك على جنب هذه مش مشكل معلومه هو غازي تنوريك تصوير تعرفته اي سي بون واضح. هات خلينا نسمعوه وراجعين معاكم في بزنس ديكالي.